بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله مشاهدينا الأحبة، مشاهدي قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية. يجدد لقائنا معاكم وحلقة جديدة ومختلفة إن شاء الله من برنامج نوافذ الحياة. صباح الخير يا أحمد. صباحك الله بالخير يا أستاذ محمد، صباحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام وكل كادرنا وأخوتنا وزملائنا وكل من يشاهدنا بكل مكان. إن شاء الله حلقة راح تكون تليق بمشاهداتكم وراح ناخذ ساعة من وقتكم إن شاء الله يكون مثمر ومشتمل إن شاء الله. إذا نستعرض على المشاهدين يا أحمد الفقرات الواردة في حلقتنا لهذا اليوم. نبدأ أول الفقرات هي فقرة كلام من نور، واليوم الحديث عن مولانا الإمام السجاد عليه السلام زين العباد، وراح يتناول الحديث عن فضل استشعار نعمة الحواس اللي الله سبحانه وتعالى أنعم بها على الإنسان والمسارات اللي ممكن أنه نستخدم بها حواسنا. وبعدها ننتقل لفقرة صناع الحياة، وراح نلتقي بالأستاذ عثمان الكناني أبو زمزم رئيس جمعية السراج المنير للمكفوفين، وراح يحدثنا عن النشاطات والأعمال اللي تقوم بها هذه الجمعية الدؤوبة دائما على الفعاليات وطموح جدا، وبالتأكيد راح نشاهد ونفتخر بهكذا طاقات كربلائية. أكيد الأستاذ عثمان أبو زمزم حقيقة يعني هو بحد ذاته رسالة متكاملة إلى كل العالم، وحقيقة كلنا في كربلاء نفتخر بوجود هكذا طاقات تعمل من أجل بناء أنفسها بناء صحيح، ولا تستسلم لحالة اليأس النابع من عمق الإيمان بالله سبحانه وتعالى والقضاء والقدر. راح نتابع عثمان أستاذ عثمان أبو زمزم في فقرة صناعة الحياة، بعدها ننتقل إلى فقرة نسيم الأقحوان وسماحة العلامة الشيخ عبد الرضا معاش والحديث الديني العقائدي التنموي. وبالتأكيد هذه الحلقة راح تكون مخصصة لقراءة رسائلكم بفقرة رسائل المحبة، اللي بالتأكيد رقم الواتساب اللي ظهر بالحلقات السابقة واللي راح يظهر بهذه الحلقة، بالتأكيد راح نتناول كل رسائلكم اللي دزيتوها. إذا نبدأ أولى فقراتنا، طبعا راح نعتذر عن الاتصالات وفقرة المسابقات لضيق الوقت، ونبدأ معاكم مشاهدينا الأحبة فقرة كلام من نور، خلي نتابع. حياكم الله مشاهدينا من جديد، ومثل ما شاهدنا وتابعنا الحديث المروي عن مولانا الإمام زين العابدين الإمام السجاد علي بن الحسين عليهم السلام في فضل استثمار نعمة الحواس من السمع والبصر والشم وكل هذه الحواس واللمس اللي الله سبحانه وتعالى أنعم بها على الإنسان، واللي حقيقة تكون كلها هذه مربوطة بالعقل البشري وتعمل بشكل حقيقة ديناميكي مستمر، يعني يصب في خدمة الإنسان وفي تسخير كل الموجودات لخدمة هذا الإنسان اللي حقيقة لربما في بعض الأحيان ما يعي أو ما يستشعر قدر هذه النعمة اللي الله سبحانه وتعالى أنعم عليها به. نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة الذوق ونعمة الشم واللمس وغيرها من هذه المحسوسات حقيقة اللي من خلالها ممكن أنه نمارس حياتنا بشكل سوي. البعض لربما لا يأبه إلى هذه النعم اللي الله سبحانه وتعالى أنعم بها على الإنسان، واللي طبعا تعمل مثل ما ذكرت بشكل ديناميكي متواصل مع من خلال الإعازات اللي يتلقاها من الدماغ، واللي تكون طبعا تشكل جملة وتفصيلا مجموعة الاستجابات، والاستجابات بحكم علم النفس أو تعريفات علم النفس أنه كل نشاط يثيره منبه، إذا صار فد حادث معين أو فد منبه معين فحسب هذا المنبه راح تكون الاستجابة، يا إما فسيولوجية يا إما حركية يا إما لفظية يا إما انفعالية يا إما يعني الرد على موقف معين. فهذه طبعا الاختلاف والتنوع بالاستجابات إلها علاقة بالإعازات اللي ترد لنا من الدماغ. يعني في إحدى الحلقات تناول الدكتور محمود زنقنة عن موضوعة جدا مهمة،
أنه حسب شدة الانتباه ونوع الانتباه اللي يتلقى الإنسان أو المثير، فيكون الحركة الدفاعية أو الاحترازية اللي تبدر من الإنسان مقابل هذا الانتباه، سواء نوعه أو يعني قوته أو شدة الانتباه. فإذا كان المنبه يعني حقيقة كأن يكون نار مثلا، فتتحفز الأعضاء الخاصة بالدفاع عن الجسم أو حماية الجسم، منها تدفق الدم وتدفق الإعازات اللي ترد من الدماغ إلى المفاصل إلى الأعضاء الحركية، حتى باستطاعة الإنسان أنه يهرب من النار على سبيل المثال. يعني يتفعل عنده أو يصعد عنده هرمون الأدرينالين، هذا اللي حقيقة يعتبر من واحدة من أهم نعم الله سبحانه وتعالى، اللي يتكثف في داخل الإنسان دافع الخوف، وبالتالي يحفز العقل على أنه يحمي كل أعضاء جسمه بشكل منطقي وعقلي. إذن حقيقة عملية ديناميكية معقدة تكون في مسألة الحواس. هنا تعتبر هذه الأمور من النعم لربما غير المحسوسة للكثير من الأشخاص. يعني يجي واحد وحاشا يقول الله إيش منطيني، وهو الله سبحانه وتعالى رازقه بنعمة العقل ونعمة النظر ونعمة السمع وكل هذه النعم، وما زاد على هذا نعمة الصحة والعافية، ويجي يتذمر بحالة من الإحباط بحالة من اليأس، والله شنو واجه مشكلة مادية، واجه مشكلة عاطفية، واجه مشكلة مجتمعية وظيفية، وقال الله ايش منطيني. بالعكس، الله سبحانه وتعالى منطينا كل شيء، وبحلمه وبكرمه وبجوده لربما يتجاوز عن أخطائنا ويتجاوز عن حالة الإحباط وحالة الخوف وحالة التخبط في مجمل مسارات حياتنا. راح نتحدث بشكل أكثر بعد أن أستمع إلى رأي أحمد حقيقة في هذا الموضع، والتأكيدات عن الإمام السجاد في استثمار نعمة الحواس. يا أحمد، تأكيد سيد محمد، نعمة السمع هي شأنها شأن أي عضو وأي حاسة، هي أمانة من رب العالمين أدنى، فلابد أنه هذه الأمانة نصونها بطريقة جيدة. بالتالي يوم القيامة كل جزء من أجزاء الجسم راح يشهد علينا. ممكن أنا أمنع نفسي من الاستماع للغيبة، ممكن أنا أمنع نفسي من الاستماع للأغاني، ممكن أنا أمنع نفسي من الاستماع للكذب إذا كنت أعرف هذا كذب وما شهدت، ممكن أنا أتكلم كلام منطقي بعيد عن هذه الأمور والتسويف. بالتالي هاي الأمانة إذا صغناها بطريقة أو صناها بطريقة صحيحة راح تخلينا أنه إحنا مطمئنين نفسيا، وهذه نقاء السريرة اللي يكون عند الإنسان. خلوا يعني نحكي بشعبية أكثر، يقولون الإنسان إذا خلى رأسه على المخده ينام بسرعة هنياله. بالتأكيد هنياله، لأن هذا ما أتصور أنه هو استغاب واحد وبدأ يفكر أنه أنا استغابيت فلان، أو كذب على واحد وفكر أنه أنا ليش كذبت. هاي المواضيع تخلي الإنسان نفسيا ما مطمئن، نفسيا ما مرتاح، بالتالي المشاكل النفسية أو العوارض النفسية اللي ممكن بالتالي تأثر عليها راح توصلنا إلى أمراض جسدية. وهذه النعمة رب العالمين يوم القيامة راح يحاسبك عليها. أنا انطيتك نعمة العقل، شنو اللي فكرت بي؟ شنو اللي تمعنت بي؟ تمعنت بي خلق رب العالمين، إنه شو رب العالمين خلق هذه السماوات والأرض وكل اللي موجودات من خلق الله. تمعنت بتفسير القرآن، سمعت النصيحة من خلينا نقول من ذوي الخبرة من ذوي الشأن بتعلمك القراءة والكتابة، قرأت الأحاديث والسيرة وقرأت التعليمات، قرأت الرسائل العملية للناس المختصة بالمواضيع الفقهية، هذني كلها احنا راح نتحاسب عليها. الحديث مجتزئ من عنده فقط موضوع السمع، خلينا نسولف انه شنو اللي سمعناه بهذا اليوم. احنا يمكن سولفنا اكثر من مره عن موضوع مراقبه الذات. انا اذا يوميا قبل لا انام اخصص من وقتي 10 دقائق استرجع بها يومي واحسب بها اخطائي، بالتالي من اعرف اخطائي واشخصها ما راح تتكرر عندي، وهذه الاخطاء ممكن ما تستشري عندي وممكن تنقطع. خلي لو يوميا
نبدي نحدد عفوا نقاط قوتنا بالحياة. مثلا نقطة قوتي بالحياة انه انا عندي اصدقاء زينين، لكن نقطة ضعفي انه مثلا فلان من الناس ما اقدر اعوفه لكن هو سيء، ابدي اما احاول اصلحه او ابتعد عنه اذا ما اصلح. بالتالي كل الامانات اللي نحملها بجسدنا الداخلية والخارجية الظاهرة والباطنة هي امانات. خلوا في بالكم انه كل النعم اللي موجودة عندنا او كل الخير وكل خلينا نقول الدخل المادي والراحة النفسية للناس الميسورة والله يوفق الجميع ان شاء الله، هي بالتالي من سلسلة نعم نعمها عليك رب العالمين. تاجر من عقليته ومن جهده ومن صحته، والموظف من جهده وايضا من عقليته وتفكيره، وبالتالي كلها سلسله نعم. لو عندك وحده من النعم ما موجوده ما راح تقدر للي وصلت توصل للي وصلت. جميل احمد، يعني احنا لو نتامل من هو المسؤول بدايه عن توجيه السمع والابصار وكل هذه الحواس اللي الله سبحانه وتعالى انعم علينا بها لتحدد مسارات الإنسان وبناء شخصيته بناء صحيح، المسؤول الأول يكون هو الأم. التنشئة تبدأ من داخل الأسرة باعتبار التربية أستاذ محمد تكون نعم. ممكن هي اللي تبني أساسيات الإنسان. أكيد صحيح؟ أكيد. يعني إحنا اليوم خلينا نكون واقعيين، التلفزيون والعالم يعني الفضائيات ووسائل الإعلام يحتوي على مئات بل في بعض الأحيان آلاف القنوات الفضائية، وهذه القنوات الفضائية تسوق موادها الإعلامية حسب أهوائها، حسب سياساتها، حسب توجهاتها، يا أما ربحية أو لها غايات معينة أو تريد تبث بعض السموم من أجل أهداف استراتيجية في بالها، فيحتوي على الكثير من هذه القنوات الفضائية ووسائل الإعلام ومختلف المواد الإعلامية اللي تنبث عبر الشاشة. نشوف أنه الأمهات خصوصا من ربات البيوت على اعتبار أن المرأة أو الأم تكون لصيقة بابنها وابنها يكون لصيق بها خصوصا في بداية حياته، يعني هذه السنوات الأولى أو حتى الأشهر الأولى. يعني يثبت علماء النفس أنه الطفل بعمر 6 أشهر يستشعر ما يشاهده ويترجم ما يشاهده على الشاشة بعمر 6 أشهر. وكثير لربما من ربات البيوت للأسف الشديد أنه إذا تريد تشغل ابنها تخليه يتفرج على التلفزيون حتى تقضي بقية المستلزمات أو المسؤوليات داخل البيت من التنظيف والطبخ وما إلى ذلك. طيب أنت بهيج حالة جاي تبنين يعني شيء وتهدمين أشياء في داخل نفس الطفل، صح؟ أنت تسهمين بإشباع غريزة الجوع عند أفراد أسرتك من خلال الطبخ، وتحاولين أنه تعطرين البيت وتنظفيه في سبيل أنه تريحين عقولهم وأرواحهم ونفسياتهم الأفراد أسرتك، لكن بالتالي راح تساهمين بتهديم وتحطيم نفسية وعقلية كائن بشري بالإمكان أنه يمتد عمره إلى مراحل لاحقة، وراح تتكون وتنسقل شخصيته على ما يزرع في داخله بهذه الأشهر أو هذه السنوات الأولى. إذن على الأم أنه تكون حريصة على ما يشاهد ابنها وعلى ما يستمع إلى ابنها حتى وإن كان رضيع، تختار له المواد اللي بها فائدة. مو مشكلة إذا مثلا شاهد الطفل بعض الأمور المفيدة اللي بيها تمييز للألوان، الرسوم الكرتونية الهادفة، بعض الألعاب البسيطة اللي تنمي عنده يعني أطر التفكير وممكن قصص هذه المواضيع. أحسن. أضف إلى ذلك يعني إحنا لو اليوم نطلع على حياة أغلب يعني مراجع الدين أو رجال الدين، نشوف أنه أول شيء يرفدون أبنائهم به هو السماع والاستماع إلى القرآن الكريم من أيام الأولى، يعني حتى يمكن بالأشهر الأولى وما قبل هذه المرحلة أيضا حتى في فترة الحمل. يعني كثير من أمهات مراجع الدين الكبار كانوا يعني تستمع إلى القرآن وهي حامل، خصوصا في الأشهر الأخيرة اللي قبيل مرحلة الولادة، يعني فتستمع باستمرار إلى القرآن الكريم، تصلي، تتعبد،
الطفل في عالم الأرحام حقيقة يستشعر كل ما تشعر به الأم. يعني هذه تعتبر بحسب التصنيفات النفسية البيئة الكيميائية ما قبل الولادة أو البيئة بشكل عام ما قبل الولادة، أنه ما يدخل إلى عقلية المرأة راح يترجم على شكل سلوكيات، وهذه السلوكيات راح تكون حقيقة مؤثرة بشكل كبير على نفسية الطفل. طبعا أنا أعتذر، قلت البيئة الكيميائية قبل الولادة، هي طبعا البيئة الكيميائية قبل الولادة اللي تعنى بالعقاقير وغيرها، أما البيئة بشكل عام يعني بعيدا عن الكيميائية، البيئة بشكل عام لها آثار كبيرة على تحديد سلوكيات الطفل حتى وهو في بطن أمه. عند الولادة التكثيف من الاستماع إلى القرآن والتعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء حقيقة راح تجعل الابن ينصرف في كل حواسه إلى الاستماع والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الأم هي المسؤولة الأولى عن تحديد سلوكيات الابن، وخصوصا إذا أرادت أنه ابنها مستقبلا في مراحل العمرية اللاحقة يستشعر نعمة السمع والبصر وبقية الحواس، فعليها أنه تنشئ من الطفولة ويعتاد على هذه الأشياء الجيدة. وبالتالي أي نقطة انطلاق للحياة هي تبدأ من يوم الولادة والتكوين الجيني في بطن الأم، وأيضا التكوين الجيني لخمسة أو سبعة سنوات لقبل أيضا تلقيح هذه البويضة. يعني تصرفاتك ممكن يكون قبل لا يجي ابنك بخمس أو سبع سنوات، أو تصرفاتك لابنك أو بنتك قبل سبع سنوات ممكن تنعكس وتكون جينات لهذا الطفل. فبالتالي علينا نكون حذرين شوية بكل اختياراتنا وتصرفاتنا وأيضا استماعاتنا واختياراتنا لكل شيء. ننتقل لفقرة صناع الحياة، واليوم راح نشاهد الأستاذ عثمان الكناني أبو زمزم مثل ما يحب أي يكنى، ونبارك له لأن صار جد، ويا رب الحياة سعيدة دائما اللي يطيل الصحة والعافية. أي هو يقول أنا حسيت روحي كبرت من صرت جد. رئيس جمعية السراج المنير، ويا رب التوفيق للجميع. خلينا نتابع مشاهدينا. اهلا وسهلا بك استاذ احمد وكادركم وكل اللي يتابعون قناتكم الموقره. الفكره هي كانت متواجده بين احنا الاصدقاء مجموعه من المكفوفين، اللي احنا اساسا من رواد الاذاعه، عاده الكفيف يكون صديق الراديو لانه المذياع يعتمد على السماع ويكون هو اقرب شيء له، الى ان سمعنا ان هناك دوره خاصه للمكفوفين قامت بها او قام بها قسم التنميه الموارد البشريه في العتبه الحسين المقدسه. ها سبحان الله هذا المكان جمعنا، بدأت هي الفكرة متولدة أصلاً متوهجة، لكن اتقدت وين؟ بهذا المكان. وفعلاً خلال أيام الدورة اللي استمرت هي 15 يوم، خلال الأسبوع الأول عقد المؤتمر التأسيس الأول للجمعية من خلال المتواجدين اللي كنا حوالي 8 المتواجدين في هاي الدورة. طبعاً الشيخ حسن نجم التميمي علم من أعلام كربلاء معروف، سيد كرار الموسوي، عمار محمد الأسدي، وسيد أحمد الأعرجي، بالإضافة إلى علي عباس الكرخي، زائدا أحد الأشخاص من إخواننا من طويريج أيضا هم من محمد الخالدي. فهذولا يعني إحنا كنا مستمرين بتماس مباشر، وفعلا انطلقت كان في نادي الصحفي يوم 5/2/2016 المؤتمر التأسيسي لجمعية السراج العراقي المكفوف في كربلاء المقدسة. العدد يربو على 62 عضو اللي مسجلين فعليا واللي حاصلين على هوية الله، لكن العدد فيه تزايد رغم ما أنه إحنا ما بدنا يزايد، لأنه نريد الناس كلها في تمام الصحة والعافية، لكن الواقع يقول عكس ذلك. فنتمنى أن يزيد العدد حتى نأدي دورنا إحنا، الهدف اللي من أجله أسست الجمعية، فنستقطب أكبر عدد ممكن بمختلف الأعمار ومن كلا الجنسين ومن كل الأصناف. يهمنا عنوان الرئيسي اللي هو الإنسان، ما لنا علاقة بقوميته جنسيته ديانته، ولو احنا في كربلاء من طيف واحد، بس مع ذلك الآن على مستوى العراق من عرفت كربلاء وقام تستقطب ولو بالتعارف من حتى مستوى الوطن العربي، فما تهمنا هاي القضايا. أول ما تأسست الجمعية كان أهم عنصرين عندنا الرياضة والفن اللي يتمثل بالمسرح، وفعلا اليوم اصبح المسرح مسرح المكفوفين ماركه مسجله باسم جمعيه السراج، بعد ان قدمنا عروض
بسيطة بالبداية، ولو انتقلنا إلى عالم من عالم الهواة إلى الاحتراف، والآن عندما يأتي الكلام على مسرح المكفوفين أو المسرح بشكل عام، لابد أن يطلق اسم فرقة السراج للفنون المسرحية. أما على لأن العروض اللي قدمناها حتى حازت على جوائز على مستوى العراق، وممكن أن تنطلق إلى العربية قريبا جدا إن شاء الله. أما على مستوى الرياضة، فمن خلال الجمعية قدرنا أن نأسس نادي أمل كربلاء لذوي الإعاقة بألعاب خاصة مال مختلف أنواع الإعاقة، لكن ألعاب المكفوفين كانت المميزة جدا لكونه اللاعبين كلهم من جمعية السراج، فتكون عملنا بروح الفريق الواحد، وحتما روح الفريق الواحد يولد النجاح. الهدف من تأسيس كل مرفق من مرافق الحياة لذوي الإعاقة هو إعادة دمج هذا المعاق، زائدا إدخال الفرحة والسرور إلى قلبه. ليش؟ لأن احنا مجتمعنا مجتمع جاهل بالنسبة إلى ثقافة المعاق بالذات الكفيف، فعندما تجي أنت حضرتك أو أي واحد ناشط في هذا المجال وينتشل هذا من واقع مرير، يعني أسرته هي اللي تقوم به، زائدا المجتمع، زائدا المؤسسات الحكومية، فحتما راح يترك كل هاي اللي ذكرناها ويتوجه لك بقلب فرح مبتهج، تكون الفرحة لا توصف. شو تريد توصفها إلا هو نفسي تلي يوصفها، ومرات ما يوصفها بالكلام، يوصفها بحركة أو بكلمة، العفو بإيماءة، أنت تقدر كإنسان مبصر تقدر تقول له وصلت الفكرة. يعني كل واحد منهم المنتمي للنادي أو الجمعية هو قصة نجاح، من طلع من البيت وكسر هذا الحاجز وقدرنا أنه نوصل إلى شيء معين، هو هم أيضا قدر يوصل نفسه، لأن ها عندنا عنصر مهم جدا، عنصر الرغبة، إذا ما كان راغب وما مساعدين أهله مو مستحيلة، بس العملية صار صعبة وشاقة، فبس طلع من البيت وكسر حاجز الخوف وكسر حاجز التوجس والخيفة، هاي تعتبر قصة نجاح. أما أن يوقف على منصة تتويج فهذا غاية المنى، والمنى طبعا أكثر بعد. أما أن يوقف على مسرح ويمثل مسرحية ساعة وعشرين دقيقة أو ساعة وتعرض على مسارح المسرح الوطني والمسرح البصرة ومسرح الديوانية، هذا مو بس النجاح، يعني يمكن النجاح يقول لي أنا خلي أتعلم من عندك. فقصص النجاح كثيرة، ولو أريد نعدهن اليوم يمكن يتلعثم من اللسان، لأنه من الفرحة اللي تكون بيك. فممكن أنه إذا في أوقات أخرى يكون هم ضيوف يمكن هم خليهم، لأن أنا صراحة جسمي يقشعر من أذكرهم، لأنه أبنائي وأصدقائي وأحبائي هم 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 اللي خلوني أنجح بهم. يعني أنا فقدت البصر وعمري 36، الآن 47، بالعمر 36 قمة الشباب خلينا نقولها، ألا هو يسمى 33 كهولة، لكن في الطاقة والحيوية ما تعتبر اعتبارات. أنا قلت تقريبا بيني وبين نفسك قد تكون نهاية الأمر، الحالة عكسية تماما صارت، مثل ما صارت ويا أغلب الشباب هسه إن شاء الله أيضا يذكرون حالاتهم. سبحانه وتعالى عادل، هاي مؤمنين بها ومقين بها، من خلانا أسباب، وإلا كان ممكن أنه ما أفقد البصر، من خلانا أسباب. يعني أنا أعمل في مجال التعليم أساسا، أخرج أجيال، كل سنة أخرج جيل، أتعامل ويا شباب أعمارهم 15-16-17 بالإعدادية، زائدا أسرتي، زائدا العمل اليوم اللي كنت أعمل به أساسا بالعمل الحر، ذني كلهن خبر، كلهن جندتهن وسخرتهن لهذا، انطيت نفسي في الطاقة إيجابية كبيرة، وما أخفى عليك البيت كان دور كبير جدا، بالذات زوجتي يعني انطيتني يمكن الطاقة، لو تريد تقيسها بالمقاييس العلمية ما يؤديها مقياس، فهاي صارت لي فد دافع كبير. هذا جعل الإخوان اللي دار مداري يعني تكليف بهذه المهمة، أنا شرفت بها طبعا، وأكون خادم صغير لكل واحد من عندهم، من الصغير إلى الكبير. لذلك من نروح إلى جهة معينة، من نطرق الباب نحكي بصدق، ما عندنا شيء، احنا ما عندنا شيء، لأن هي جمعيتنا جمعية خيرية غير ربحية. أول شيء هي تسلم أبنائهم أو بناتهم إلى إدارة الجمعية حتى نغير واقعهم، هاي طبعا تدري واقعنا خاصة بقضية النساء، إذا لأن احنا مجتمع ذكور ومجتمع متحفظ، لكن عندما نوصلهم فكرة ويسألون يعرفون صدق نوايانا،
اليوم ترى مو سهله، يمكن الولد ما يسلم بدينا مو انه بالبنت. فايضا من خلال قناتكم الموقره ندعو لكل الاسر انه ضعوا ثقتكم بنا، وان شاء الله راح تشوفون التغيير. واللي يريد يعني يشوف الدلائل اكو عده عناصر او عده مثل ما يقول امثله كثيره، وخلي يجي يشوفها لحد ما يقتنع ويجي يقول يابا اني ايقنت وهاي الامانه بيديكم، وان شاء الله نكون خير حافظين لهذه الامانات. شكرا جزيلا لقناتكم المحترمه برنامج نوافذ الحياه، وان شاء الله احنا نافذتنا الواسعه ونافذتكم تكون يعني نافذه كبيره، ندمجن في نافذه واحده وتكون ضوء اخضر وضوء مشرق لكل من يحتاج الى هذا الضوء، وان شاء الله التوفيق والنجاح لكم في كل البرامج المقبله. حياكم الله، وشكرا للاستاذ عثمان الكناني، وشكرا لكل المنتمين لجمعيه السراج المنير، شكرا للعمل اللي تقوم به، بالتالي هو هادف جدا، توعوي جدا، فني ورياضي ونفسي، والى ابعاد كبيره جدا. الارقام الموجوده كبيره، ويا رب احنا مثل ما قال الاستاذ عثمان ما نتمنى ان شخص يفقد البصر، لكن نتمنى كل الاخوه الكفيفين المكفوفين عفوا خصوصا في كربلاء، اصور الان تشتغل بس في كربلاء هذه المؤسسه، اللي بكربلاء ينتمون لهذه الجمعيه بكل الانشطه. يا رب التوفيق لكم بكل مراحل السنيه والعمريه والفئويه. احسن. طبعا بالمناسبه الاستاذ عثمان في يوم من الايام اعطاني يعني بعض الامور النفسيه اللي مر بها خلال فتره فقدان للبصر حقيقه. طبعا بالمناسبه يعني الاستاذ عثمان ابو زمزم فقدان البصر مو ولادي عنده، يعني قبل 11 سنة، يعني عن كبر، يعني كان هو يعني قبل 11 سنة أو 10 سنوات عمره 36 سنة، هو قالها باللقاء بالضبط في ريعان شبابه، وفقد البصر بشكل مفاجئ نتيجة يعني مي نزل إلى عيونه وبالتالي فقد البصر. فيحدثني يقول أنا بقيت تقريبا 4 أشهر أو 5 أشهر في المستشفى، أنا مريت بحالة نفسية متأزمة جدا، يقول فقط أنه استسلمت لحالة اليأس اللي صارت عندي، كنت أشوف كانت عندي حياة منظمة، كنت أشوف الدنيا على طبيعتها، وفجأة فقدت البصر، فبالتالي تولدت عندي حالة نفسية متأزمة جدا رادت أنه تقودني إلى مهالك حقيقة. يقول في لحظة من اللحظات وعيت على نفسي وقلت لازم أكون أقوى من كل ما داهمني بشكل مفاجئ، أقوى من فقدان البصر وأقوى من أي شيء، ما دامني حقيقة عندي إيمان برب العالمين وعندي إيمان بالقضاء والقدر من رب العالمين. يقول بعدها بديت أنه أشعر بالاسترخاء، فبديت بنفسي، بديت أروض نفسي على محاربة هذا العجز اللي صار عندي، وبعدها بديت أنطلق، وباختصار ترجم كل ما مر بي بشكل واقعي، وانتشل كثير من الأشخاص اللي مروا بنفس المعاناة اللي مر بها أبو زمزم، شخص رسالي بمعنى الكلمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يوفقه، على اعتبار أنه أخذ بأيدي الكثير من فاقدي البصر، وأسس لهذه الجمعية جمعية السراج المنير، واللي طبعا انتشرت في كل أنحاء العراق وتعمل بشكل دؤوب كخلية النحل على زرع الابتسامة وزرع الأمل في نفوس المعاقين. إذن كل التوفيق للجمعية، وإلى أستاذ عثمان صمام الأمان لكل مكفوفين كربلاء. ننتقل الآن إلى فقرة نسيم الأقحوان مع فضيلة أو سماحة الشيخ عبد الرضا معاش. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. دائما ننتقد الناس وننتقد الآخرين، ودائما نحاول أن نغير الآخرين، علينا أن نغير أنفسنا. التغيير لا يبدأ من الخارج، وإنما التغيير يبدأ من الداخل. القرآن يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. دائما ننتقد المجتمع، مجتمعنا، أهلنا، أسرنا، محيطنا الاجتماعي، ننتقد لماذا يلقون مثلا النفايات في الشارع، لماذا
ينتقدون الآخرين، لماذا لا يحافظون على النظافة؟ لماذا هذا النظام التعليمي بهذه الحالة السيئة؟ ليش كثير من التلاميذ والطلبة في المدارس والجامعات لا يأتون بالنتائج والمعدلات الجيدة؟ دائما أنتقد الآخرين، المشكلة في الآخرين، لا، المشكلة هو فيك أنت. لازم تقبلون ويكون عندكم قناعة أن التغيير لا نتمكن نحن أن نغير الناس، لا نتمكن أن نغير الآخرين. تغيير الآخرين مو أمر سهل. أنا ما عندي سلطة على الناس ولا عندي سلطة على أفكارهم وقناعاتهم وسلوكياتهم، أنا عندي سلطة على نفسي. الأب يقدر يضغط على ابنه ولكن ما يتمكن يعمل تغيير حقيقي. الأم تتمكن تضغط على بنتها ولكن ما تقدر تعمل تغيير حقيقي. الزوج والزوجة، واحد يمكن يحاول يضغط على الآخر في دائرة الضغط، الخوف، الخشية من المشاكل، نحاول أنه نضغط على الآخرين، ولكن التغيير ما راح نقدر نغير أبداً. كونوا على ثقة، التغيير يبدي من الداخل. لازم أنت تغير نفسك، وكل إنسان ينظر إلى نفسه وبين فترة وأخرى يغير نفسه. إذا غيرت في أفكارك ترى لا تتصور الناس راح ينتقدوك، ولا تتصور أنه هذا الرجل لازم يكون عنده كلمة واحدة، والكلمة الواحدة لازم ما تتغير. أنت الرجل، أنت إنسان تحتاج باستمرار أن تغير نفسك. تغيير النفس، مثلا أنا إنسان عصبي وأنا أعطي حق لنفسي، أنا إنسان عصبي وأنا إذا انفعلت بعد ما سيطر على أعصابي وأنا كل شيء يمكن أسويه أكسر أدمر. زين، سؤال، إذا صرت عصبي ممكن ما تكسر؟ ممكن ما تتلفظ بكلمات بذيئة؟ سؤال، ممكن ما أصر عصبي؟ إيه نعم ممكن. إذا تريد تغير نفسك تقدر تغير نفسك. ممكن أدخل البيت طفل كسر المزهرية، كسر شيء أثري أنا ما أخذه من أجدادي وآبائي، وإذا كسر، إذا يكسر شيء خليه يكسره، بس لا تكسر قلبه، لا تكسر سلوكه، ولا تكسر شخصيته. هذا مهم. لا تفكر أنه الكثير من عندنا يعيشون من أجل المال، هو يخدم المال، ولكن المفروض المال هو الذي يخدمك. أنت دائما تفكر ببيتك وبجماليته، ولكن ابنك تحطم شخصيته، بنتك تستهزئ بيها، ابنك تضربه، تقلل من شأنه، ترى هذا مو ملكك أنت. إذا تريد تغير أنت تدمر شخصيته. إذن لحظة لو سمحت، غير نفسك، غير سلوكك، لا يكون عندك عنجهية في الأفكار والصنمية في قراءاتك لشخصك. راجع نفسك، راجع شخصيتك، حاول تعمل تغيير في هذه الشخصية، في هذا الواقع. أتمكن ولا ما أتمكن؟ إيه نعم تتمكن. كن على ثقة أنك قادر على تغيير نفسك. إذا صار عندي هذا الإيحاء الرائع والإيجابي أنه أنا لازم أبدأ بتغيير نفسي، ما لازم أغير الناس لأنه ما عندي سلطة على الناس، لمن ما عندي سلطة على الناس فإذا عندي سلطة على نفسي، عندي قدرة. نعم، القرآن يقول حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا ما نقدر نغير المجتمع إلا إذا غيرنا أنفسنا. دائما إحنا نحاول أن نغير الناس، هذا أمر غير ممكن ومستحيل. لازم نبدأ، التغيير يبدأ من الداخل ولا يبدأ من الخارج. إذا بدأنا هذه العملية التغييرية في حياتنا، في شخصيتنا، كن شجاع، كن شجاع وقوي، وحاول تغير نفسك وتغير شخصيتك، وكن على ثقة أنك قادر على هذا التغيير، ورح توصل إلى نتيجة إيجابية إذا غيرت نفسك. حياكم الله. إذن شكرا لسماحة العلامة الشيخ عبد الرضا معاش على هذه الكلمات المفيدة واللي تسهم بشكل كبير في تحديد مسارات الشخصية، على اعتبار أنه فعلا التغيير يبدأ من داخل الإنسان. إذا قرر أن يتغير فهو يتغير، إذا قرر أنه يحبط ويعيش في براثن الإحباط والفشل فأكيد هو هذا راح يكون قرار نابع من داخله هو. يجب أن يحفز العقل الباطن ويجعل عقل الباطن هو يعني العقل الواعي هو من يسير العقل الباطن، مو بالعكس. يعني كثير لربما عندما يعززون بعض الصفات السلبية وبعض المصطلحات السلبية ويعززوها في عقلهم الباطن نشوفهم أنه يراوحون في مكانهم، ما يتقدمون ولا خطوة. إذن يجب أن يكون شعارهم التغيير يبدأ من الداخل، وكل شيء يا أحمد هو قرار نابع من داخلنا إحنا. إذا أردنا أنه نكون ناجحين نكون ناجحين، قررنا أنه نكون فاشلين فبكل تأكيد نكون فاشلين.
بالتأكيد، وبالتأكيد الكل قادر على فعل أي شيء بأمر الله تعالى. يعني أنا أقدر أسوي فلان شيء وهذا حدي وغيري ما يقدر يسوي، تمام أحمد الله وشكرا. لكن أكو إنسان باختصاصي هو وصل مرحلة عليه، أنا إذن كإنسان طبيعي وسوي ممكن أوصل لهذه المرحلة. لكن أحد المشايخ يقول إذا جو مشايخ من النجف لكربلاء وأول ما ينطلقون يكون نيتهم أنه يباتون بخان النص، يقول بالعادة قبل لا يوصل خان النص هو يتعب فيبات بخان الربع، يعني بربع الطريق. فإذا هو خلى في باله أنه اليوم يوصل لكربلاء، هي طبعا بصعوبة أنه إلا شخص يعني هنقول رياضي، ويا رب الصحة والعافية للجميع وصحته تمام، ممكن يوصل إذا طلع من الصبح إلى الليل باستمرار. يقول لكن إذا هو انطلق من مدينة النجف وكان باتفاق وقرار مع نفسه ومع أصدقائه أنه اليوم أبات في مدينة كربلاء إن شاء الله، يقول كأقل تقدير هو راح يوصل إلى خان النخيل أو يعني 3/4 أو 1/3 الطريق. فبالتالي أنا أقدر، لكن أحتاج إلى تحفيز داخلي. إن شاء الله كل إحنا نقدر نحفز نفسنا داخليا، وبالتالي نقدر نوصل لنقاط جيدة بحياتنا. وإذا كنا متفائلين طبعا في حياتنا، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله تفائلوا بالخير تجدوا، يعني إذا الإنسان تفائل وابتسم واستبشر لهذه الحياة أكيد راح يلقى التفاؤل والسعادة أمامه. نكتفي بهذا القدر في تعليقنا على فقرة نسيم الأخوان وسماحة العلامة مشكور العلامة الشيخ عبد الرضا معاش. ننتقل إلى الفقرة الأخيرة، هي فقرة رسائل المحبة. كونوا معنا. حياكم الله مشاهدينا بالفقرة الأخيرة اللي راح تكون اليوم، وأيضا مثل ما نوه أستاذ محمد أنه نعثر عن الاتصالات بسبب أنه الفقرة اليوم مخصصة والوقت مخصص لرسائل المحبة. راح نسمع آراءكم مشاعركم وأيضا البطاقات اللي بعثتوها لنا عن طريق أرقام الواتساب الظاهرة. طبعا وصلتنا وردتنا رسائل كثيرة على الواتساب. رسالة طبعا بعض كاتبين أسماءهم في ختام الرسالة وبعض ما ذاكرين. رسالة من الأخت العلوية بنت الهدى تقول تحية احترام وتقدير إلى المبدعين، عفوا محمد وأحمد، طبعا رحم اسمي واسمك يا أحمد، ونسأل من الله سبحانه وتعالى لكم دوام التوفيق والسداد. شكرا علوية وشكرا على هذه المشاعر، ويا رب السداد للجميع مشاهدينا وبالخصوص اللي توصلون ويانا دائما وأبدا. رسالة أخرى طبعا بدون اسم، كاتبين جزاكم الله خير جزاء المحسنين وموفقين لكل خير إن شاء الله تعالى. إن شاء الله التوفيق إنه لكم، ويا رب قضاء حوائج الجميع خصوصا بالاستمرار بالدعاء بالموفقين للجميع. أحسن. طبعا كارت وصلنا، عندما تشتاق قلوبكم إلى رؤية الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف انظروا إلى صفحات القرآن. شكرا لكم يا أختنا أو أخونا ما ذاكرين طبعا الاسم على هذه الرسالة. يا رب يجعلكم إن شاء الله من أنصار الحجة بكل الأزمنة. نعم. رسالة أخرى وردتنا من العلوية زينب الحسيني من بابل، تقول في هذه الرسالة: قال الإمام الكاظم عليه السلام: المتكلمون ثلاثة، رابح وسالم وشاجب، أما الرابح فالذاكر لله، وأما السالم فالساكت، وأما الشاجب فالذي يخوض في الباطل. العلوية زينب الحسيني من بابل. تحياتنا لك علوية، وشكرا على هذا الإصرار على المتابعة، وبالتأكيد مشاركاتك دائما تكون مميزة، ويا رب التوفيق للجميع. حقيقة أيضا رسالة وردتنا على الواتساب، يعني هو مجرد مقترح ما ذاكرين أيضا اسم المقترح. تقول الرسالة: يا ريت لو تخصصون أرقام أخرى للاتصالات في فقرة المسابقات، ممنونين. يعني احنا نتباحث بهذا الموضوع، لكن رقمين صور جيدات يعني ممكن يمشين الوضع، بس إن شاء الله الإدارة راح تسمعكم ونشوف الوضع شنو، ممكن نضيف رقم ثالث. طبعا رأي آخر بنفس الرسالة وردنا أنه يطلبون بوجود رقم مجاني على الاتصالات. يا أحمد، يعني هذه الأرقام أصور أخونا وأختنا العزيزة المشاهد، هذه الأرقام هو بالصرف الطبيعي، يعني
احنا ما خلينا خلينا نقول الارقام الربحيه اللي ممكن باتصالاتكم ناخذ منكم فلوس اكثر ويدخل للقناه، هذا الاتصال كانما اتصال شخصي، فبالتالي هذه الارقام الطبيعيه، ارقام مجانيه ما اصور بسهوله ممكن نحصل عليها. طبعا وردتنا رساله اخرى من زهراء اعتقد، نعم زهراء، معها كارت، طبعا دا يحمل الكارت، هذا هو الكارت دا يحمل. تقول الرسالة: بعدد النبض اللي في قلوب البشر نحييكم ويا مرحبا فيكم على شاشة الحب والاحترام التي تحمل أعظم بشر لصبط الرسول الأعظم الإمام الحسين عليه السلام، أسعدنا تواجدكم بيننا وأمل أن نستمع ونستفيد إلى هذه المشاركات وإلى كل الفقرات الواردة في برنامج نوافذ الحياة، والتي تسهم حقيقة في بناء الأسرة الحسينية، ولنا في هذا الصباح حياة أخرى تنبض بالجمال في برنامج نوافذ الحياة. إن شاء الله دائما قلبكم ينبض بحب أهل البيت يا زهراء، وإن شاء الله التوفيق لكم دائما وأبدا. أحسنتم. رسالة أخرى وردتنا تقول هذه الرسالة: صباح الخير والسعادة، ربي يحفظكم كل خطواتكم، قناة جميلة جدا وبرنامج أجمل بمعنى الكلمة. بالتأكيد هو البرنامج إن شاء الله دائما يكون جميل بوجودكم ومتابعتكم وإصراركم على التواصل ويانا، شكرا لكل هذا هذه المشاعر عفوا اللي تحملها لنا رسائلكم. إذا الرسالة الأخيرة أيضا وردتنا لضيق الوقت، طبعا كارت أيضا دا يحمل ب أنا إذا أشوف هيجي يعني فد وردة أو صادق وردة إن شاء الله وردة جوري، تقول هذه طبعا بين جملة وجملة وعبارة وعبارة أيضا وردة حمراء: صباحكم بداية جميلة وطريق مفتوح وابتسامة لا تزول، وبرنامجكم يدخل لنا السرور، موفقين. التوقيع الأخت أم ناصر. صباحكم هيل إن شاء الله أختنا أم ناصر، ويا رب الحياة السعيدة و الصباح الجميل والجيد بكل أيام حياتكم. نكتفي بهذا القدر يا أحمد لقراءة رسائل المحبة، وبإمكانكم أيضا مشاهدين أنه تكثفون من رسائلكم على الرقم الظاهر أسفل الشاشة حتى نتمكن من تخصيص حلقات خاصة لقراءة رسائلكم اللي هي أكيد رسائل المحبة. إذن مشاهدينا الكرام، شكرا لكم، شكرا لأن خذتونا ناخذ ساعة من يومكم، تقبلوا تحيات كادر العمل، نلتقيكم باكر إن شاء الله. إن شاء الله تعالى في رعاية الله وحفظه. حياك الله.